قال باب من الإيمان، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وهذه من صفات أهل الإيمان والتوحيد، لأن العبد إذا علم أن هذا القدر علمه الله وكتبه الله وشاءه الله وخلقه الله، وهذه هي مراتب القدر الأربع أو هي مما يتضمنه القدر، فإنه يصبر، وإذا صبر دل على إيمانه، فالصبر من الإيمان. والزول يا جماعة في البلاء واحد من أربعة، لما تجي مصيبة أنت واحد من أربعة، إما ساخط، وهذا يجمع بين أمرين، بين نزول البلاء به، والأمر الثاني أنه لا يؤجر، والدرجة الثانية أو القسم الثاني أن يكون صابرا. والصبر هنا بأن يتحمل مع كراهته للبلاء، يعني هو كاره المرض لكنه لا يكره قدر الله، يعني كون الله قدر لي المرض دي ما متضايق منها، لعلمي أن الله أراد به خيرا، لكن كاره المرض ده يكون فيه. نفرق بين الاثنين ديل، زي الزول اللي بيشرب الدواء، قالوا ليه انت دار تشرب الدواء؟ قال هاي دار اشرب الدواء. ليه دار تشرب الدواء؟ عشان ابقى كويس. طعم الدواء ده بينفع معاك؟ يقول لك ما بينفع معاك، بقى هو كاره للدواء لطعمه لكنه يريد، لان فيه شنو؟ الشفاء. فانت تكره هذا المرض لكنك ترضى بقدر الله، لأنك تعلم أن الله أراد بك خيرا، دار يكفر عنك سيئات، دار كذا كذا. الصبر. الدرجة الثالثة أو القسم الثالث من الناس الراضي، داك صابر وده راضي. الراضي يرضى بقدر الله، يستوي عنده البلاء وغير البلاء، يعني كراعه فيه مقطوع ما فارق معه، ده الراضي. الرابع الشاكر، وهذا يبتليه الله ببلاء فيشكر الله على هذا البلاء، كراعه انقطعت بيشكر الله. شاكذه ابن الجوزي رحمه الله ذكر قصة عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى من الفقهاء السبعة، وهو ابن الزبير معروف الصحابي الجليل الزبير ابن العوام. قال عروة ابن الزبير عنده سبعة أبناء، وقال أصابه مرض، ابن الجوزي قال أصابه مرض في رجله في الأصبع، والمرض ده في الزمن ذاك بيسموه الآكلة، يعني بيمش كل مرة يمش فوق كذا، كان ما قطعوا الجزل فيه آه بيمش فوق لحد ما يصل البطن إلى آخره وبيهلك الإنسان، سبب للهلاك. قال لما وصل الرجل فوق الساق اجتمع الأطباء فقالوا لا نعلم إلا أن نقطع رجلك، ده أسباب البشر إلا نقطع، قالوا هاي بتر، فقال اقطعوها، وقال بعضهم نقل عنه قال اقطعوها والله ما مشيت بها إلى معصية الله قط، اقطعوها قال لهم. قال فجاءوا بزيت يغلي وجاءوا بالمنشار فقالوا تشرب الخمر، تشرب عشان ما تحس بالألم وكذا وكذا إلى آخره. قال لو كان العقل يباع لتغالى الناس في بيعه، لو كان يبيعوه بيشتروه الناس كان قالوا دارين فيه شيء كثير، والله عقل أعطاني الله لا أذهبه، ولكن إذا كنت في الصلاة فاقطعوها، بس خلوني أبدا الصلاة. ثاني قال لهم اقطعوها ما بحس بها. قال ابن الجوزي قال فدخل في صلاتي فلما رأوا علي أثر الخشوع، يعني بدأ خلاص يخش وارتاح في الصلاة، قال أتوا بالمنشار وجاءوا بالزيت يغلي فقطعوا الرجل فأغشي عليه غمر، فصبوا بعض الزيت على الدم
ليقف. قال ابن الجوزي: فما أفاق إلا في اليوم الثاني، غمر ما صح إلا اليوم الثاني. لمن صح قالوا له: يا عروة أحسن الله عزاك في رجلك فقد قطعت، وأحسن الله عزاك في ولدك محمد من الأولاد السبعة، فإنه ذهب ليلعب أو مر بخيل الخليفة فرفسته دابة فمات. الولد بالليل مات والكراع شنو انقطع. قال ابن الجوزي: فقال: اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، أعطيتني أربعة أطراف وأخذت واحدة فلك الحمد، واحدا وأعطيتني سبعة أبناء فأخذت واحدا فلك الحمد. اللي هو قاعدات ستة في الأولاد، قاعدين ستة وفي الأطراف في شنو؟ في ثلاثة. عشان كده يا جماعة عمر بن عبد العزيز قال: ما ابتليت ببلاء إلا وأكرمني الله فيه بثلاث نعم: أنه لم يكن في الدين في دنيا دي ما زائلة، وأنه ما من بلاء أصبت به إلا وفي الناس من ابتلي به قبلي. أي بلاء أنا ما أول زول، عندي فيه قدوة وناس وكذا. قال: وأن الله ينعم علي بالصبر. فالزول إذا جاءه بلاء ذكر الثلاثة أشياء هذه. وبعضهم نقل عنه أنه قال: وأن في الناس من بلاؤه أشد من بلائي. ودي نعمة، كونه أنت اتضربت في الرجل، في ناس اتضربوا في العين فأنت البلاء بتاعك أقل. كونه أنت مات لك ولد، في ناس عندهم مشكلة في العرض، في ناس عندهم مشكلة في كذا، في ناس عندهم مشكلة في كذا، في ناس اتشردوا من بلادهم، في ناس في ناس في ناس. فكلما ابتليت ببلاء فاعلم أن في الناس من بلاؤه أشد من بلائك، هذا يعينك على الصبر. الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الاصطلاح هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. لذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، تصبر على طلب العلم وعلى العمل به وعلى الدعوة إلى آخره. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك. فتصبر لحكم الله الشرعي ولحكمه الكوني بالبلاء. البلاء الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، تهيئ المعصية للعبد فيجاهد نفسه ألا يقع فيها فيصبر. والصبر على أقدار الله كالمرض والفقر إلى آخره، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال وقوله تعالى أو قوله تعالى وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بإذن الله الكوني قدرها الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه يعلم أنها من الله فيصبر، هكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنه. والله بكل شيء عليم، يعلم هذا البلاء ويعلم ما يصلح العبد ويعلم ما يفسده ويعلم طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. شكاي واحد لقيت عنده مشكلة بعد حكاه، قلت له: انت قدر المشكلة وأكبر منا، لأنه الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وزع. قال: لا إلا ده ما بقدر عليه، قال ده صعب شديد. وفعلا هو بلاه شديد، لكن هو يستطيع إلا لم يمتحنه الله سبحانه وتعالى به. فأي زول يبتلي ببلاء يصبر، يصبر كل أنواع البلاء، تصبر في الأهل، في النفس، في الأولاد، في غيره، تصبر. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ده معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه عند البلاء وبعد البلاء لا يسخط وكذا وكذا.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان في الناس، صفتان في الناس، هما هاتان الصفتان بهم بالناس كفر، هما بهم لكن هما كفر، وهذا كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج من الملة. يعني ممكن أنت تتصف بصفة من الصفات دي وتكون ناقصا وتكون آثما وواقعا في خطيئة، لكنك لست بكافر، الكفر المخرج من الملة. لأن لفظة كفر مرات بتجي بمعنى الكفر الأكبر، ومرات بتجي بمعنى الكفر الذي لا يخرج من الملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مع أنه لو قاتلت مسلما أنت لا تكفر، الكفر المخرج من الملة، قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أنهم ما كفار لكن اقتتلوا، الكفر المخرج من الملة. طيب، الطعن في النسب، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وذكر النياحة على الميت، ذكر هذا الحديث لأن النياحة تنافي الصبر، عشان كذا أورد الحديث في باب الصبر. البوصف هاي، نعم ذكروا ذلك، البوصف بس بتجينا في بعض الأحاديث إن شاء الله تعالى. البوصف فلان كذا وفلان كذا وعمل وكذا وكذا، واحد في البلد ما أدعمه، أنا حاضرة بالليل قاعد يكورك ودو في السعودية وبيجيب لنا وبيسوي لنا، أنا قلت الزول لما حروق عليه جنب الشجر، أنا جايبه بكورك وكذا، جابوا العشاء قاعد طوالي جنبه، فين وصل بك عمل كذا طوالي خش. أقول يا أخي وده في النساء كثير كثير جدا، تلقاني تونسا في الحافلة، أصله مارقات من غير محرم وشغالات كلها مجوبك من البلد وجايات وكذا وكذا، ويتونسا ويضحكا، والتوب الفلاني والطقم الفلاني والحلل والوك مما يصل اللفه بتاعت البيكا، يقول له اسكتوا اسكتوا على ذا الركب ومكانه ثانيه بعد ده يبدو البيكا تشوف يبكوا يقول. طيب، الطعن في النسب معروفه، الانسان ما يطعن في انساب الغير ولا كذا وكذا. طيب، ولهما عن ابن عباس مرفوعا، أي للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود عفوا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، يعني دي براء، الرسول عليه الصلاة والسلام بيتبرأ من الأفعال دي، من الزول اللي بيفعله في وعيد، يعني في خطر: ليس منا من ضرب الخدود. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ليس خاصا بالخدود، فمن ضرب جسده أيضا يدخل، لكن ذكر الخدود لأنه هو الأكثر. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، اللي فتحة الرأس، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ودعا بدعوى الجاهلية، قال ابن القيم: دعوى الجاهلية ما كانوا يدعون إليه، قال: كالدعاء إلى الطوائف والجماعات والشيوخ، كذي تلقاه في فتح المجيد أي من القيم رحمه الله. وقال بعضهم، ذكر ذلك أيضا شيخ عبد الرحمن بن حسن، قال: دعوى الجاهلية كانوا ينعون الرجل ويقولون أشياء تدل على السخط، يعني بيذكروا أشياء وكلمات تدل على التسخط، أو فيها وصف وفيها وفيها وفيها. فده كله يا جماعة مخالف، وهو يخالف أو ينافي الصبر الذي هو من الإيمان. طيب، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باقي لنا بس حديثين ونذكر المسائل ونختم إن شاء الله، نختصر فيه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وده من أجمل الأحاديث يا جماعة في الصبر، والله يزول الحديث ده إذا ركز فيه، والرواية الثانية الحديث الثاني من أكبر الأشياء البدعين على الصبر إذا الزول يذكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر
أمسك عنه بذنبي حتى يوافي به يوم القيامة. وده خطر. شكرا لما تجيك مصائب في الدنيا، أمراض وأوجاع من دليد أو حبوب وشال لك كيس، تحمل، ده خير، دي علامة خير. طيب، الحديث ذا أخرجه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، داك برضو الثاني أخرجه الترمذي صححه الألباني، أيضا أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى برضو في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. قدر ما تنضغط وتتألم الجزاء شنو؟ أكبر وأعظم. زي الزول الصائم وشغال عتالة، وصائم في فرم شغال وغيره، سواق وغيره. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. الله كان أحبك ابتلاك، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال حسنه الترمذي وهو صحيح، صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فالله يبتليك لما يحبك، لو رضيت الله بيرضى عليك، ولو كمان سخطت لك شنو؟ سخط. آية فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله إلى آخر. الثاني أن هذا من الإيمان بالله، أن تصبر وأن تسلم إلى آخر. الثالث الطعن في النسب من الكبائر، تقول فلان ماوت فلان وفلان كذا وفلان، ده في الإعلام كثير أيام. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، اللي هو البلاء يبتليك، دي من العلامات. السادسة إرادة الله به الشر، أن تقع في المعاصي ويفتح لك من أمر الدنيا ويؤجل لك العقوبة إلى القيامة. السابعة علامة حب الله للعبد البلاء. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، أن الله يرضى عنك. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا.